مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم في مواد أخبار 11. وبداية، عين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لتمثيله يوم غد بكوناكري في الاحتفالات المخلدة لذكرى 60 لاستقلال غينيا، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي. يواصل الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يواصل لليوم الثاني على التوالي زيارة العمل والتفتيش للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، حيث سيشرف اليوم على تنفيذ تمارين تكتيكية بيانية بالذخيرة الحية عاصفة 2018 على مستوى القطاع العملياتي جنوب شرق جنات والقطاع العملياتي شمال شرق إنميناس. هذا وكانت بداية الزيارة من القطاع العملياتي جنوب شرق جنات، حيث استمع السيد والفريق إلى عرض قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء حسن عليمية، الذي قدم الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه، فضلا عن عرض قائد القطاع العملياتي جنوب شرق جنات ليسدي جملة من التوجيهات ذات الطابع العملياتي، مؤكدا أمام قيادة أركان وإطارات الناحية أن هذه الزيارة تكتسي أهمية، خاصة لأنها تتزامن مع انطلاق سنة التحضير القتالي 2018-2019. يشارك اليوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر السهل بجنيف في أشغال الدورة 69 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وستتناول هذه الدورة تقارير أشغال اللجنة حول الحماية الدولية والجوانب المالية والعملياتية المرتبطة بمسألة اللاجئين والنازحين، كما ستسمح للوزراء المشاركين بتقاسم الرؤى حول تسيير إشكالية اللاجئين والنازحين. وسيكون لوزير الشؤون الخارجية على هامش هذا الاجتماع لقاء مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. ويشارك اليوم وزير الطاقة مصطفى جيتوني في أشغال المؤتمر العربي للطاقة في طبعته 11 بمراكش، وذلك بدعوة من الأمين العام لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول ومن نظيره المغربي وزير الطاقة والمناجم والتنمية المستدامة. المؤتمر يتمحور حول موضوع الطاقة والتعاون العربي، وستتناول المشاورات تحولات السوق العالمية للبترول والغاز والأمن الطاقوي واحتياجات الاستثمار لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية. بدعوة من الاتحاد الافريقي، يشرع اليوم وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود في زيارة عمل رسمية إلى جمهورية كينيا للمشاركة في الدورة الأولى للجنة الفرعية لمجلس وزراء افريقيا المتخصصة في السياحة، حيث سيستعرض الوزير مساعي الجزائر في تجسيد وتعزيز برامج الاتحاد الافريقي، وكذا وضع استراتيجيات ملائمة للسياحة تتماشى مع أجندة الاتحاد الإفريقي آفاق 2036. وترقية للنشاط السياحي بولاية ورقلة، نشاطات جمعوية ومعارض مختلفة تشهدها المنطقة قصد التعريف بتراث المنطقة وما تملكه من فولكلور وتقاليد. سهيل بن دانيا. يعمل قطاع السياحة والصناعات التقليدية بورقلة على التنسيق مع عدة قطاعات من أجل تفعيل وترقية النشاط السياحي بورقلة، وذلك من خلال التكثيف من التظاهرات للترويج للسياحة. باش نقوي السياحة في ولاية ورقلة لازم الجمعيات تنسق ما بيناتها في المهرجانات، في الاحتفالات، في أي مثال. نحن جمعية الدول البلدي للسياحة، عندنا مهرجان مثال تزحلق، نسقوا مع جمعيات سياحيه ويكون برنامج متكامل. المواطن لازم نوعوه في الجانب السياحي، الثقافه السياحيه، باه نقدروا يعني كما نقولوا حنا نبرزوا الجانب السياحي بالنسبه في ورقله، وورقله معروفه عندها فسيفساء من عده جوانب. الجمعيه ورانا نعلموا البنات في المناطق النائيه الطرز هذا التقليدي نتاع ورقله اللي هي خاصه
هي نوعية نتاع الغرزة خاصة بالمنسج نتاع ورقلة. وتزخر ورقلة بعديد الأعياد والاحتفالات المحلية، تنشطها فرق فولكلورية وجمعيات ناشطة في السياحة، تستغل المقومات الطبيعية وتبحث عن تضافر للجهود. كل السلطات المحلية والمجالس المنتخبة سترافق كل الشباب والحرفيين للارتقاء بقطاع السياحة لما تصبو إليه الدولة على أن يكون قطاع مصدر للمداخيل لميزانية الدولة. تتوفر ورقلة على مواقع تاريخية كالقصور القديمة وبعض الآثار ومعالم طبيعية تسمح بتفعيل الترويج والتسويق السياحي المحلي. في روبورتاجاتنا أيضا، نبتة أسيسبانيا كإحدى أهم الأعلاف البقولية، قام المعهد الوطني للتكوين المهني بولاية النعامة رفقة مختصين بتجربة زراعتها بالمنطقة وآتت بنتائج إيجابية، يقول فؤاد أحماني في هذا الروبورتاج. نبتة أسيسبانيا هي نوع من الأعلاف البقولية، تجربة بدأت في إعطاء نتائج مشجعة قد يكون لها مردود هائل في تغذية المواشي. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالنعامة قام رفقة بعض من المتخصصين في زراعة هذه العشبة. خصوصيتها أنها تستعمل مادة علفية، هذه الأغنام يعني مباشرة تروح للغنم يعني، وهذه حاجه فيها لي حاجه مليحه تنوض وين ما زرعتها تنوض. الاصل تاعها نيشان من الهند داكوغ. حنا هذه ديجا هاد لي غران تاع حجبناهم من ورقله. هذه النبته تصلحنا حنايا في المنطقه الصحراويه يعني، وخاصه المنطقه الرعاويه، لانها نبته علفيه سيم بلونت ليغوميناز وتريزيستي لكاع الظروف الصعبه. باسكو حنايا عندنا في الصيف تعرف شادي في الحراره، وفي الشتاء عندنا جليد، عندنا الامطار، عندنا البرد بزاف. وقادره هذه توصل لنا حتى 4 متر، هذه احنا مازال ما لحقتش الانتاج تاعها. لها قدره عاليه على التاقلم مع الظروف البيئيه الصحراويه وفي مقاومه ملوحه التربه وسرعه في النمو، تضمن هذا العشب الفتره الصيفيه لاعشاب المواشي. لها نسبه عاليه من البروتين في الماده الجافه. هذه النبته كيف اتجهت هذه الفكره؟ الارشيديات يعني مديريه ولا السهوب هما اللي اقترحوا لنا الفكره بالبدايه، واستدعينا خبراء جامعيين واساتذه من المعهد الوطني المتخصصين، وهذا اليوم قلنا لهم غادي نديروا ان شاء الله هذه التجربه ونشوفوها هل تنجح على مستوى ولايه النعامة ام لا. هذه برك ان شاء الله باذن الله اذا نجحت التجربه على مستوى ولايه النعامة ان شاء الله باذن الله تنجح، يعني نوفروا اكبر قدر ممكن من الاعلاف اللي غنيه بالبروتين. هذه نبته اسبانيا يعني شيء جميل اننا نجربوا على الحيوان ونشوفوا من الفايده نتاعو، اسكو يكون مثلا ما يديرش مثلا بروبليم كي ياكل الحيوان بزاف، ما يديرش بروبليم تاع ميتابوليك باريز كيما لا الكالوس ولا، واسكو هذه الاسبانيا انها تزيد في مثلا في المردود نتاع الحيوان من ناحيه اللحم او من ناحيه الحليب، في ظل الظروف هذه دروك الاعلاف تكون غاليه ولا اخر اننا نلقاو حاجه بديله للاعلاف. وفي حاله نجاح التجربه وحسب المتخصصين في هذا النوع من الاعشاب، ستوفر كعلف يعود بفائدة كبيرة جدا على الاقتصاد الوطني وعلى المربين. والطابع المعماري للعاصمة حاضر في ورشة عمل في منتدى المشاريع الحضرية المتوسطية بمدينة مونبلييه الفرنسية التي تشارك فيها العاصمة ضيف شرف تحت شعار الجزائر وحلم المدينة العصرية. رشيدة معبود. الجزائر وحلم المدينة العصرية عنوان ورشة عمل في منتدى المشاريع الحضرية المتوسطية بمدينة مونبلييه الفرنسية والذي اختيرت فيه الجزائر ضيف شرف. المدينة الوحيدة المدعوة اليوم هي الجزائر، ولها مكانة خاصة في البرنامج والورشات وكذا مجلة المنتدى. مشاريع استراتيجية تواجه تحديات عديدة، من بينها ترميم قصبة الجزائر، تجديد التراث العمراني للعاصمة، عصرنة النمط العمراني مع الحفاظ على التنوع البيولوجي. التجربة الجزائرية تهم عدة بلدان الآن في العالم، خاصة فيما يخص المخطط الاستراتيجي لتطوير ولاية الجزائر العاصمة، وكذلك أساسا القضاء على السكن الهش والغلاق والعملية التي
تقوم بها الجزائر الآن تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية. لدى مدينة الجزائر أشياء كثيرة تعرضها اليوم، ومن جانبها تحتاج أن تستفيد هي الأخرى من تجارب المدن المتوسطية في التهيئة العمرانية، وهذا في سبيل الوصول إلى المدينة العصرية بكل مقاييسها. مشاركة الجزائر في المنتدى تركت انطباعا حسنا وترحيبيا من قبل المشاركين. الجانب المهم بالنسبة إلينا هو أن الجزائر جزء من البلدان المتوسطية التي تربطنا بها علاقات تاريخية وجغرافية، ونحن نرغب بالتعرف على مشاريعها الحضارية. هذا النوع من المشاريع يخلق لديك فضولا لزيارة الجزائر. إنجاز المدن الذكية وفق المعايير العصرية تخطيطا وهندسة يستدعي الحرص على أصالة عمران المدينة حتى لا تفقد هويتها. تنطلق اليوم وإلى غاية نهاية شهر أكتوبر الحالي عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية عبر كامل بلديات الوطن. وبالمناسبة دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية في بيان لها، دعت المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية والبالغين سن 18 سنة كاملة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 إلى طلب تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية على مستوى بلديات مقر سكنهم. أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم فعليهم أن يتقربوا من بلدية مقر إقامتهم الجديدة التي ستتكفل بإجراءات الشطب والتسجيل. من جهة أخرى أوضحت وزارة الداخلية أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة 4:30 مساء ما عدا يوم الجمعة. دوليا وفي سوريا، أعلن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم عن استخدامه لصواريخ باليستية في قصف ما وصفه بمقر عام يسيطر عليه مسلحون في سوريا، وذلك ردا على الهجوم الذي استهدف الجيش الإيراني في مدينة الأحواز قبل نحو 10 أيام. في حين أعلنت مصادر حقوقية أن القصف الجوي في سوريا خلف مقتل 18,000 شخص خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بينهم 8,000 مدني على الأقل. أصيب 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال مساء أمس وسط قطاع غزة، من بينهم حالتان خطيرتان بعد أن أطلقت قوات الاحتلال وابلا من الرصاص باتجاه متظاهري مسيرات عودة الفلسطينيين اللاجئين على حدود قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة 6 شبان فلسطينيين. طلبت الحكومة الإندونيسية مساعدة دولية في أعقاب الزلزال القوي والتسونامي اللذان ضربا البلاد وخلف أكثر من 1,200 قتيل حسب آخر حصيلة، في وقت أبدى فيه العشرات من منظمات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية الاستعداد لتقديم مساعدات طارئة بعد الكارثة. وفي اليابان، أودى إعصار ترامي الذي ضرب جزءا كبيرا من البلاد بحياة شخصين وإصابة 120 آخرين، وتسبب الإعصار الاستوائي في حصول اضطرابات كبيرة على صعيد شبكات النقل في غرب اليابان، فيما ألغيت أكثر من 1,000 رحلة بسبب إغفال مطار كانساي قرب أوساكا. وكان جي بي الإعصار السابق 21 الذي ضرب المنطقة في سبتمبر خلف مقتل 10 أشخاص وأضرارا مادية. عودة إلى أخبار الوطن. وبالرياضة، يرسم وبرسم ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، من المنتظر أن يجري اليوم ممثل الجزائر نادي فاقسطيف المتواجد حاليا بمصر حصرة تدريبية جديدة تحسبا لمواجهة الغد مع نادي الأهلي المصري. هذا وكان أبناء عين الفوارة قد أجروا حصة تدريبية أولى في ملعب الأهلي بكامل العناصر وسط أجواء حماسية
الصينية داخل المجموعة التي تبحث عن نتيجة إيجابية خارج الديار قبل لقاء الإياب يوم 23 أكتوبر القادم بملعب 8 ماي بسطيف. فحظ سعيد لممثل الجزائر في هذه المنافسة القارية. إلى الصرح الأثري العتيق، قرية القليعة ببرج بوعريريج التي شيدت منذ أكثر من 9 قرون تتميز بهندسة معمارية فريدة تلفت انتباه الزائر وسط طبيعة جبلية زادت منظر القرية جمالا. فوزية تاج. متراصة البنيان، مسجدها حصن منيع، حارسها وحاميها، موقعها بين الجبال يترك أثرا في نفس وقلب من يراها للوهلة الأولى. هي القليعة ببرج بوعريريج، خلدها أبناؤها بتاريخ عريق فرسخت في الذاكرة وداعى صيتها بين القرى والمدن. ساكنيها بسيطة بساطة روحهم الساكنة بين دروبها وحارتها التي تحكي قصص معيشتهم. الحجر والطين والخشب وما إلى ذلك كله من 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 القرية، من أرض القرية، وتداول عليها أجيال، وعشنا نحن وأباؤنا وأجدادنا وتوارثنا من هذه القرية صفات هذه الزاوية. ولا ننسى أن نذكر هذه الزاوية لها، والمسجد العتيق له الفضل الكبير في إنشاء سكان أهل القرية. ولتبقى هذه القرية صامدة على مر الزمن رممت مبانيها لتحيا من جديد بنسق عمراني متماسك. حصلت ولاية البرج على 151 إعانة لترميم هذه السكنات الفردية. هذه السكنات الشرط في دفتر الشروط كان ترميم يكون على حسب النمط العمراني القديم. القليعة جزء من جمال بلادي، تتضح معالمها كلما اقتربت منها وغصت في تاريخها. والختام من أوبرا الجزائر بعلم بالصيح، حيث أمتعت الأوركسترا السيمفونية الوطنية الجمهور بأرقى وأعذب الألحان. الحفل الفني حضره إلى جانب وزير الثقافة المدير العام لأوبرا لا سكالا دي ميلانو بإيطاليا، الذي جمعه لقاء على هامش الحفل بوزير الثقافة تباحث خلاله فرص التعاون بين البلدين في هذا المجال. خليل تواتي في المتابعة. في سهرة فنية ممتعة أطربت الأوركسترا السيمفونية الوطنية لدار أوبرا الجزائر بعلا بالسايح الجمهور بأعذب الألحان من روائع الفن الكلاسيكي الغربي والشرقي. الحفل حضره وزير الثقافة عز الدين مهوبي إلى جانب المدير العام لأوبرا لا سكالا دي ميلانو ألكسندر بيريرا، اللذان تباحثا على هامش الحفل حول فرص التعاون في هذا المجال. تناولنا جملة من المسائل من بينها التكوين، لأن تجربة لا سكالا في هذا المجال مهمة جدا، والأوبرا بعلام السايح تسعى لأن تدخل مجال التكوين مدرسة خاصة بالبالي. aussi discuter si le ballet de la Scala peut-être pourrait venir à Alger. On a discuté sur des projets d'opéra. On va essayer de porter des décorations de la Scala à Alger pour faire donner au théâtre de Alger. الحفل كان متميزا بأداء الفنان نور الدين سعودي والمايسترو أمير كويدر من النوبة الجزائرية إلى السيمفونية الخامسة لبيتهوفن. لأنه يكون يعني شبه حوار ما بين الشرق والغرب، ما بين الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية وما بين الموسيقى الكلاسيكية نقولوا الغربية ما نقولوش العالمية. نشرتنا انتهت مشاهدينا، نذكركم أنكم بإمكانكم التواصل معنا عبر عناويننا الإلكترونية. شكرا لكم وإلى اللقاء.